أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم مين، في جديد المسلسلات الرمضانية والأخبار الحصرية على المسلسلات هذه. مسلسل قلب الذيب على الوطنية الأولى، سونيا الدهماني تتهم خولة سليماني بالتحايل على الحوار التونسي. كما قلنا، مسلسل قلب الذيب على الوطنية الأولى في رمضان. كان قالها لي شكون نقول نكتة، حيت نعرفوا الناس الكل اللي قلب الذيب باش يتعدى على الحوار التونسي. وتوا خرج خبر على موقع رابيسك مفادو انه قلب الذيب على الوطنية الأولى، والسبب الوضعية المالية الصعيبة اللي تعيشها قناة الحوار. يعني الحوار التونسي ما تجمش تشري مسلسل قلب الذيب، انتاج خولة سليماني وسيناريو اخراج بسام الحمراء. الخبر موقفش الهوني، سونيا الدهماني المعروفة اللي عاد تقدم برامج ومالكة أسهم في قناة الحوار التونسي، كانت اتهمت خولة سليماني بالتحايل على الحوار. يقول قايل كيفاش مع تتحايل خولة سليماني على قناة الحوار؟ خولة سليماني باعت العمل الوطنية ب1,900,000 دينار، نقولوا احنا 1,900,000,000 بلغتنا احنا. باعت المسلسل وهي عندها عقد مع الحوار التونسي، وإبرام العقد كان في شهر نوفمبر اللي خلاها تستعمل معدات التصوير، الإضاءة، الأزياء والدعاية. وقالت سونيا التهماني ثم تفاهم أنهم باش يقسموا العائدات الإشارية، 70% للجهات المنتجة اللي هي خولة سليماني وشكون أنتج معها، و 30% للحوار التونسي. سونيا التهماني باش تشكي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. ملخص الحكاية، خولة سليماني خافت من انه العائدات الاشهارية مش باش تغطي النفقات والمصاريف جراء كورونا، وبرشا اللي عندهم باش يحطوا اشهارات ما همش يخليوا برشا اشهارات وما همش يخليوا برشا فلوس، وبالتالي ما تشمش تغطي النفقات متاع المسلسل. لقات حل سهل للوطنية، تحب تشري مسلسل قلب الذيب. ما نعرفش شكون المبادرة جات من عنده خولة سليماني والجهات الانتاجية، وإلا الوطنية حبت تشري المسلسل. الله أعلم، ما نعرفوش شكون البادر بالعملية هذه. دونك لقات حل سهل، إلا أنها تبيع المسلسل وتغطي نفقات متاعها، ويا ناس ما كان باس معناتها وتخرج من الريسك متاع الإشهارات، أهي باش تغطي باش تدخل فلوس ولا لا. دونك حل سهل وحل بسيط. في انتظار موقف خولة سليماني من الاتهامات متاع سونيا الدهماني، والمسلسل باش يتعدى في الحوار التونسي في الوطنية، وين باش توصل المسائلات القانونية، هذا الكل نستناوه. إلى اللقاء إن شاء الله في حلقة جديدة وفيديو جديد من عالم أمين. إلى اللقاء.